يوليو 2020. مفهوم. وده صادر بشأن قانون لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع وفي الساحات وغيره. تمام. وبناء على هذا القانون يا فندم صدر طلعت اللائحة التنفيذية. تمام. تمام، اللي هي طلعة النهاردة لا تطبق من اليوم التالي لإصدار اللائحة التنفيذية. تمام. الجريدة الرسمية. تمام. المادة الثالثة من القانون 150 لسنة 2020 بتحدد اللجنة اللي هي بتسمح بإصدار التراخيص سواء على مستوى المحافظات فيما يخص المحافظات أو هيئات المجتمعات العمرانية فيما يخص هيئات المجتمعات العمرانية. اللجنة دي بتتولى إيه فهمه؟ تحديد الأماكن. اللجنة دي طبعا بتشكل من سواء السيد المحافظ المختص أو السيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المختص. تمام. بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور اللي موجودة في كل محافظة من المحافظات بتبقى ممثلة. بتحدد الأماكن، الأوقات اللي بيجوز فيها انتظار المركبات، الشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة العمرانية المختص. تمام. تعد كراسات للشروط خاصة بحق استغلال الأماكن دي وفقا لقانون تنظيم التعاقدات اللي هنا بقى دي بقى النقطة اللي أنا بتكلم فيها خالد بيه. النهارده هدي هذه الاماكن، هدي كونسيشن لواحد يجي ياخد الرصيف ده ويدفع لي القيمه بتاعتها الشهريه او السنويه، وهو بمقتضى ايصالات يحصل الفلوس من الناس اللي تركن، صح؟ لا يا فندم، الموضوع ثواني. طيب. الموضوع بيتحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحه وحسب الموقع الجغرافي في الاحوال. تمام. موافق. اللي بيتقرر موافق. هياخد 10 او 5 او 50، مش هيدي القضيه. تمام. المهم ان بما يحافظ على النسق العام اللي موجود في المحافظات وهيئات المجتمعات العمرانيه، وبما يحفظ للشوارع استقلاليتها وخصوصيتها، واخد بال حضرتك، هيتم تحديد الاماكن اللي مسموح فيها بالانتظار. واحد. اثنين، الشركه او الجهه المختصه اللي هيرسى عليها العطاء ده هيتحدد لها المكان، وهيتحدد لها الرسوم، وهيتحدد لها انها يتحط في مكان واضح ومعلن، وكمان بالاضافه الى ذلك ان هيكون الناس اللي بتشتغل في الشركه دي معلومين بيونيفورم محدد، زي محدد على كل واحد، اسمه والكارت. تمام يا فندم. انت احنا مش قارين بعض بس يا خالد بيه، معلش. حضرتك بتتكلم على كل ده على عوامل بشريه هتحصل، يعني موجوده في البيان الصحفي اللي صدر. اللي انا بقوله هو احنا ليه ما بنحاولش احنا ومعالي الوزير كان في اللقاء معانا كاعلاميين كلمنا عن التحول الرقمي. ما هو تحول رقمي موجود، اننا ممكن نخلي اماكن الانتظار دي برساله بالموبايل معموله بان الناس بتسدد الفلوس من غير ما يبقى فيه خش عليا تعالى يمين تعالى، مش قلت لك حاسب يا باشا؟ يا فندم، هذا لا يتنافى مع ذلك على الاطلاق، بالعكس. طب فين انت النهارده حضرتك؟ لا يا فندم، ازاي الكلام ده؟ لو انت حضرتك ازاي النهارده انه كلام يعني ده لا يتنافى مع كلام حضرتك اللي في التحول الرقمي، لا يتنافى تماما. هو حضرتك بتتكلم في الاليه اللي هتركن بيها حضرتك. تمام. حضرتك بتكلمني على يونيفورمه وعليه اسمه ومعاه ايصال. ده موضوع. ايوه يا فندم. والتكنولوجي موضوع تاني. خلي بال حضرتك، احنا بنتكلم على اماكن اذلق، يعني اماكن عامه، في اماكن ينفع فيها حضرتك